طيب عن الكالتشيو الايطالي وعن لقاء الماتادور الاسباني مع منتخب ايطاليا بكره، الحقيقه هيكون كلامنا في الفيديو كونفرنس اللي هيجمعنا بساندرو بوكيو الصحفي بجريده توتو سبورت الايطاليه. طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه الاهلي وبشكرك على وجودك معنا. مساء الخير على الجميع، ومساء الخير لجماهير النادي الاهلي التي يعودون بالملايين في كل العالم. لقاء سائري منتظر هيجمع بين منتخب اسبانيا ومنتخب ايطاليا في دوري الامم الاوروبيه بكره، ازاي بتشوف اللقاء وازاي بتشوف فرص ايطاليا في مواجهه الماتادور الاسباني؟ مباراة ستكون صعبة جدا، تستطيع أن تكون مباراة سارية بعد سيمي فاينال الأمم الأوروبية الأخير وبعد فوز إيطاليا أمام إسبانيا. المنتخب الإسباني منتخب قوي جدا، وينتظر هذه المباراة منذ خروجه أمام إيطاليا بالبطولة الماضية، والمباراة ستكون صعبة جدا من الجانب التكتيكي، لأن منتخب إسبانيا يملك العديد من الأسماء الكبيرة، حتى وإن كان الدوري الإسباني ليس قوي كما الأيام الماضية، لكن إذا تحدثت مع الأسبان فإنهم ينتظرون هذه المباراة منذ خروجهم أمام إيطاليا من الأمم الأوروبية. هناك ميزة كبيرة جدا، المباراة ستلعب في الأراضي الإيطالية وستلعب على أرض سان سيرو في ميلانو، وهذا ميزة لنا. هل إيطاليا زي ما كان عندها القدرة على تحقيق المفاجأة طبعا في الوقت ده، لأن ما كانش حد منتظر أن إيطاليا يتم تتويجها بيورو 2020، هل شايف أن منتخب إيطاليا عنده القدرة كمان على تحقيق لقب دوري أمم أوروبا؟ نتمنى ذلك، الجميع يتمنى ذلك، أن تفوز إيطاليا بهذه البطولة، خاصة وأنها البطولة الأولى من نوعها دور الأمم الأوروبية للمنتخبات. مانشيني قام بعمل كبير جدا وعظيم للمنتخب الإيطالي، قام بجمع الجواهر الإيطالية من أجل عمل فريق كبير ينافس على البطولات، فاز بالأمم الأوروبية والآن يقاتل على البطولة الأوروبية الجديدة، ونعتبره أنه قد وصل إلى، لم يكن رسميا، إلى كأس العالم وتصفيات كأس العالم. مانشيني يقوم بعمل كبير. المباراة صعبة جدا أمام إسبانيا، نتمنى الفوز، ولكن سوف يكون هناك سيناريو دراماتيكي نتمنى أن لا يكون ضدنا وأمام جماهيرنا في سان سيرو. لكن إيطاليا إذا وصلت إلى النهائي وعبرت إسبانيا، أقول لكم أن إيطاليا ستتوج بهذه البطولة. اتنقل معاك من ملف المنتخب الإيطالي لملف الكالتشو، والكالتشو يظل واحد من أهم الدوريات على مستوى العالم، لكن كتير توقعوا أنه يفقد جزء كبير من بريقه بعد رحيل أبرز النجوم عنه، رحيل نجوم زي كريستيانو رونالدو، زي روميلو لوكاكو، زي أشرف حكيمي. إزاي شايف النسخة الجديدة من الدوري الإيطالي بعد عدة أسابيع من انطلاقه؟ الكالتشيو الإيطالي يبقى أقوى الدوريات في العالم، مع احترامنا لجميع الدوريات، يذهب من يذهب ويأتي من يأتي، الدوري الإيطالي كان وما زال مدرسة للعديد من اللاعبين. الآن لدينا بعض الجواهر، الميلان لديه إبراهيم دياز، اليوفي قام بجلب كيان ولوكاتيلي، والدوري الإيطالي الآن لديه العديد من المواهب التي قد يصنعون الفرق. يجب أن تتحدث أيضا عن سامبيدوريا، إبراهيموفيتش في الميلان، جيرو الذي أيضا هناك في الميلان، هناك العديد من النجوم رغم رحيل حكيمي ورغم رحيل لوكاكو ورغم رحيل كريستيانو رونالدو، لوكاكو الذي غادر أيضا إلى تشيلسي، لكن الدوري الإيطالي ما زال يبحث عن عودته إلى الواجهة، وأعتقد بعد فوز المنتخب الإيطالي الدوري الإيطالي عاد إلى الواجهة مرة أخرى. وأنت، أريد أن أقول لك شيئا هاما جدا، أن المعدل التهديفي في الدوري الإيطالي أقوى من أي دوري في العالم. الدوري الإيطالي الآن معدل التهديفي كل مباراة أكثر من 3 أهداف. هناك العديد من الدربيات القوية، هناك العديد من الكلاسيكيات، لكن أتمنى أن تعود الجماهير 100%، وقد سمعنا ذلك، والدوري الإيطالي يعد الأقوى الآن. أنا طبعا متفاهم حماسك جدا ودفاعك
الواضح عن الدوري الايطالي. لكن خليني طب اسالك بشكل تاني، هل شايف انه الفرق الايطاليه اللي بتشارك في دوري الابطال عندها القدره على المنافسه على تحقيق اللقب؟ فريق زي الانتر، زي اليوفي، زي اي سي ميلان، هل شايف ان الفرق دي اصبحت جاهزه، وخصوصا بعد تتويج منتخب ايطاليا بطوله يورو 2020؟ هل الانديه الايطاليه على نفس القدره وعلى نفس المستوى من القدره على حسم لقب زي بطوله تشامبيونز ليج؟ Guarda, se io non la vedo ancora perché comunque ci sono squadre. يجب أن أكون صريحا معك. الفوز بدوري أبطال أوروبا له معاني خاصة وله تحضيرات خاصة وله لعيبة لديها قدرة كبيرة. هؤلاء اللاعبين ستجدهم في البايرن ميونخ، تجدهم في باريس سان جيرمان، تجدهم في مانشستر سيتي. لكن أنت ذهبت ورأيت المفاجأة اليوم، استاد رين فاز أمام بي اس جي بجميع نجومه، بميسي ونيمار ومبابي، بهدفين مقابل لا شيء. لكن دوري أبطال أوروبا يريد لاعبين من كواليتي عالي للاعبين، ويجب ان نكون ايضا منصفين ان باريس سان جيرمان الان هو المفضل، وهو قد يفوز بدوري ابطال اوروبا ان كان هو او مانشستر سيتي. انا اتمنى ان تصل بعض الفرق الايطاليه للنهائي، لكن احنا راينا كلنا ماذا حدث في مباراه الميلان واتلتيكو مدريد. لكن الحكم التركي الذي افسد المباراه كان الميلان قريبا جدا من الفوز. هناك عوامل اخرى تتدخل في دوري ابطال اوروبا والفوز بدوري ابطال اوروبا. انت تعلم الاجنده. ايضا ريال مدريد خسر وكسب. طيب يعني اسمين من ابرز النجوم اللي موجودين حاليا في الدوري الايطالي والاثنين بيلعبوا في ميلانو، تحديدا النجم التشيلي أليكسيس سانشيز اللي بيلعب طبعا مع انترناسيونالي، والنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش اللي بيلعب مع الميلان. البدايه الحقيقه مع سانشيز، اللي يمكن الفتره الاخيره بعض التقارير نقلت بعض التصريحات اللي بيعلن فيها عن غضبه او عدم رضاه على فكره جلوسه على دكه البدلاء لفتره طويله. هل أليكسيس سانشيز وعلاقته بالانتر دخلت في مرحله توتر؟ وهل تتوقع ان دي ممكن تكون بدايه انفصال، بمعنى ان احنا ممكن نشوف أليكسيس سانشيز خارج صفوف النيراتسوري؟ ما guarda, secondo me i giocatori devono comunque capire che devono mettersi al servizio della squadra. يجب على اللاعبين ان يعلموا ان يستمعوا دائما الى نصائح المدير الفني، وان المدير الفني من يتحكم في الملعب وعلى دقه الاحتياطي. أليكسيس سانشيز لا يحترم سيموني انزاجي ويتعامل معه بطريقه سيئه، تعامل معه في اخر تمرين في الميلانيلو بالانتر بطريقه سيئه، ولكن سيموني انزاجي قام باستدعائه خلال البدلاء المباراه الاخيره امام ساسولو. لكن لقد رايت ماذا فعل ماسيميليانو أليجري مع يوفنتوس، ماذا فعل في التمرين وهذا الفراق. لكن أليكسيس سانشيز لم يكن الجوهره الثمينه لكي يفعل هذا ويفعل ذاك. هذا غير مرحب به في الانتر وقد يغادر. ابرا كمان او تجديد التعاقد لابراهيموفيتش في ظل اصابته وعدم مشاركته مع ميلان او اي سي ميلان، وفي ظل كمان بلوغه سن الأربعين، كان علامات استفهام كبيره جدا داخل ميلانو. في رايك يعني ازاي بتشوف، او ايه هي وجهه نظرك في فكره التجديد لزلاتان ابراهيموفيتش، وخصوصا انه في بعض اللاعبين الجماهير حتى كانت بتطالب بالتجديد ليهم او تجديد التعاقد معاهم، ولم تقم الاداره بتجديد التعاقد؟ الأمور في الميلان ساخنة وساخنة جدا. باولو مالديني يمسك زمام الأمور ولديها الضوء الأخضر من أجل التحرك في الصفقات ويدير الأمور منذ الميركاتو. لكن هناك جهة المعارضة وجبهة المعارضة التي تراها في جميع الأندية. لكن أنت تسألني عن رأيي وأنا أقول لك رأيي بكل صراحة. إبراهيموفيتش الآن 40 عام، يريد التجديد لإبراهيموفيتش ولديه 40 عام. الأسوأ من ذلك أن إبراهيموفيتش لم يلعب ولا ثانية في الدوري الإيطالي، يتحدث دائما ولديه العديد من التصريحات، ووجوده هام بالفريق إن لم يجد إبراهيموفيتش في الملعب على دقة الاحتياطي. لكن باولو مالديني تحدث أن لديه أموال ولا يريد التجديد لفرانك كيسيه.
لكن لماذا الابقاء على إبرة في هذا السن ولماذا الابقاء عليه وهو قد لا يخدم الميلان في الملعب؟ من وجهة نظري الأموال التي قد تدفع في إبراهيموفيتش طيب عشان من الأفضل أن يقوم بشراء لاعب آخر. عشان دي الوقت يسمح لي أسألك سؤال الأخير على واحد يمكن أو اسم من أهم الأسماء في عالم التدريب في السنوات الأخيرة بحكم أكثر من تجربة ناجحة، وهو طبعا مدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، اللي بعض التقارير ربطت اسمه بأنه هو المدرب القادم لبرشلونة خلفا لرولاند كومان، وبعض التقارير أيضا ربطت اسمه بالتواجد في مانشستر وتحديدا خلافة سولشاير في مانشستر يونايتد. أنطونيو كونتي صديق عزيز وأنا قريب منه وأتحدث معه دائما. أنطونيو كونتي لن ينتقل إلى أي فريق في هذه الأيام حتى في ميركاتو الشتاء، تحدثت معه. أنطونيو كونتي ينتظر إلى الصيف القادم من أجل تحديد وجهته القادمة ويريد التعاقد مع فريق كبير، لكن إذا تحدثت عن إمكانية ذهاب أنطونيو كونتي إلى برشلونة أو مانشستر سيتي، أقول لك أن أنطونيو كونتي قريب جدا من مانشستر يونايتد، ولكن لا ست هذه الأيام. لكن برشلونة، أنا حزين على مستوى برشلونة الذي وصل له المسؤول عنه كومان الأول والأخير. ساندرو بوكيو الصحفي بجريدة توتو سبورت إيطاليا، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. دي كانت أخبار أو تغطية لأخبار الكالتشيو. نرجع بقى ونتكلم على مشوار النادي الأهلي، طبعا اللي هينطلق كمان يمكن أسبوعين تقريبا في مشوار جديد وبحث عن نجمة جديدة إن شاء الله تكون الـ11 في تاريخ النادي الأهلي، ونتكلم كمان على مواجهتين هيجمعوا منتخب مصر مع ليبيا في تصفيات كأس العالم. واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن أحمد بلال ضيفنا في 6 بعد الفاصل.